انتم جمعيه كتشتغل في مجال حفر الابار. الابار بدا في الاول الماء، نعم، ومن بعد النماء، هي ماء ونماء، فبالتالي مع الابار لابد الماء، خصو النماء. لو الناس اللي في العراق خصهم عي باش يعتقوا، كاين اللي ما واكلش نهار نهارون يومين. هو حنا ما عشناش الزلزال، فضل الله سبحانه وتعالى زلزلني هاد القصص الاجتماعيه في حقيقه عند المغاربه في الجبل. نعم. زلزلتني وبكينا شحال من مره. انا شخصيا بكاني ذاك المشهد. فاحنا كان عندنا واحد القاعده ديال المعلومات والبيانات والاتصالات اللي سمحت لنا بان نكونوا على علم بالخبر وبالمعلومه الميدانيه. الشركاء ديالنا المحليين كذلك هما ربطونا علاقات مع رؤساء اخرين ديال الجمعيات المحليه. متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه احدى الجمعيات التي لعبت دور او ساهمت بشكل مباشر في مساعدة المتضررين من الزلزال في منطقة الحوز. معنا السي الحبيب فراشي، نائب رئيس جمعية ماء ونماء، مرحبا بك. ومعنا ايضا السي الحسين إهناش، الكاتب العام لنفس الجمعية. بحق هذا اللقاء هو بعد مرور 13 يوم على كارثة الزلزال وما خلفه من آثار ودمار، باش نعرفوا اولا نوقفوا على مجموعه من الدروس التدخل ديال المجتمع المدني في هذه المناطق، ونوقفوا على الصعوبات وعلى الحاجيات اللي مازال مطلوبه في هذه المنطقه. السي فراشي، يعني كنتوا من الجمعيات اللي تدخلتوا في هذه المناطق اللي هي الضرات، شنو ممكن تقول لنا في البدايه الاولى كيفاش كان التدخل ديالكم وشنو شفتوا في المنطقه، شنو واجهتوا؟ شكرا سي عبد الحق على الاستضافه اولا. حتى هذه من المبادرات اللي خصنا دائما نتبعوها باش نعيشوا مع، الحمد لله، مع المغاربه اللي كيعانيوا في هذا الحدث هذا، اللي نطلبوا الله يرحم فيه الشهداء ديالنا ويداوي المرضى ويكشف الكروبات ديال الناس اللي مازالين مصدرين من هذا الزلزال وهما كثر. كاع المغاربه كان رده الفعل الحمد لله هو التضامن والتآزر، والشعب المغربي قوي الحمد لله في هذا الشيء، وما ليس غريب بل الحمد لله الان كل جميع يتحدث على الروح الحمد لله ديال التآزر وديال التأخي والتعاون اللي عند المغاربه. كنا درنا واحد الاجتماع عاجل انه لابد من التحرك. ثم مشيتوا السبت؟ مشينا السبت، لا سيما وان كان سهل عندنا التحرك بحكم ان الجمعيه الحمد لله عندها مشاريع ابار في تلك المنطقه. انتم جمعيه كتشتغل في مجال حفر الابار. الابار بدا في الاول الماء، نعم، ومن بعد النماء، هي ماء ونماء، فبالتالي مع الابار لابد الماء، خصو النماء، التنميه ديال المناطق اللي الحمد لله كيكون فيها الماء، التنميه يعني على مستوى البشريه، التنميه الاقتصاديه، التمكين الاقتصادي. فبالتالي كان الحمد لله سهل علينا التحرك بفضل الله عز وجل، اللي عيطنا للناس قال لك اودي حنا غنتحركوا بعد الجمعيات الشريكه لنا في المشاريع المائيه، حتى هما لقينا بان نخرطوا بسرعه، فدرنا تنسيق معهم والحمد لله كانت النجاعه. معاش وصلنا فريق اول تدخل؟ وصلنا في الليل، وصلنا في الليل السبت في الليل، وسبحان الله العظيم هذه القضيه ديال اننا ما تحركناش في الليل، كنا كنسقوا مع رئيس الجمعيه الشريكه ديالنا، قال لك راه ماشي الاوان ديال التحرك، يلا بعدا نرتاحوا شويه، الصباح ملي غادي نتصلوا بالسلطات ويقولوا لنا بان الطريق تحلت عاد نعطيكم الاذن باش تحركوا. يعني كون مشينا في الليل ما ندخلوش المنطقه الزلزال، القاو الطريق مسدوده وربما غادي نديروا غير انه بستاكل باش يدوزوا مثلا المسعفين وداك الشيء. يبان من لما وصلتوا للمناطق ديال الزلزال شنو لقيتوا، شنو واجهتوا؟ هو اول مواجهه لهذه المناطق، اول مواجهه هو داك الارتباك اللي تيكون عند الناس مساكن. اللي لقينا تدخل طبعا ديال المؤسسات ديال الدوله الرسميه الحمد لله، كل شيء كان انشاء ديال مستشفى محلي، سلطات مستنفره، لكن داك الشيء كان اكثر منها لان عده اماكن اصيبت في نفس الوقت. فهذا هو الدور ديال ان المؤسسات ديال المجتمع هنا اللي كتكامل تيكون لامباكت، كيكون الحمد لله الاثر. فلقينا طبعا دينا معنا داك الشيء اللي يسر الله، بعدا خدينا معطيات شنو اللي مطلوب لنا نجيبو، فما كنتيناش متقلين بالمانط وبالخيام، لان تدخل الاول الناس فيهم الجوع، والاطباء اللي كيشتغلوا الناس اللي في العراق خصهم عي باش يعتقوا، كاين اللي ما واكلش نهار نهار ونص يومين، خبزه مع شي حاجه اللي سريعه الاكل راه في ديك الوقيته كان عندها قيمه، ولعل هذاك هو الحاجه اللي كانت في ديك الوقيته. شنو درنا؟ دينا واحد الكونفو الحمد لله، عمرنا المسائل اللي سهلت، يعني مواد غذائيه، مواد غذائيه مستعجله، هذا هو الرساله اللي قالوا لنا الناس من اي المكان. دينا الحمد لله داك الشيء اللي كان سهل وزعناه يعني في المكان باشراف وبتنسيق مع السلطات المحليه. وديك الوقيته بدا الدور ديالنا اننا ولينا كنصيفطوا رسائل من عين المكان
باش نوجهوا الناس الحاجيات لا كل شيء كيتحرك كل شيء كيتحرك فبالتالي كل شيء غيزيد يتحرك اشنا هي الرسائل من الميدان اللي الناس خصهم يلتقطوا قبل ما يتحركوا ويكون نجاعة في التحرك ديالهم ينسقوا مع شي حد يستقبلهم باش يوجد لهم شنو غيديروا حنا ملي الحمد لله كملنا العمليه الاولى وتمت بنجاح شنو اللي وقع لقى اننا نسقنا مع شي دواوير باش نوزعوا لهم ديك الامانات اللي دينا فكانوا شي دواوير اخرين ما استفدوش هما غيستافدوا ولكن خصنا ننسقوا مع ناس وحدين اخرين يجيو نعطيهم اللائحه فين يمشيو ونسقوا مع السلطات المحليه باش يتم الاشراف على هذه المنطقه فكان واحد التهدئه ديال النفوس والقلوب انه راه كلشي ان شاء الله غادي يتم الاغاثه ديالو ولكن بواحد الهدوء واحد تنسيق مع السلطات تنسيق مع الجمعيه المحليه سي هناش يعني الاشياء اللي ساعدت الجمعيات هنا انها كانت متواجده في هذه المنطقه لانها كانت تشتغل اساسا في مجال حفر الابار كيفاش ساهم هذه المعرفه بهذه المنطقه انكم توصلوا لهذ الدواوير وانكم تساهموا في الجهود اللي قامت بها السلطات وجمعيات اخرى شكرا مره اخرى نشكر سي عبد الحق على الاستضافة وحنا كجمعية ما وانا ما كجمعية وطنية لنا واحد العمل تقريبا واحد 4 سنوات في المجال على الخصوص ديال الحاوز تارودانت وذوك المناطق كلها فحنا كان عندنا واحد قاعدة ديال المعلومات والبيانات والاتصالات اللي سمحت لنا بأن نكون على علم بالخبر وبالمعلومة الميدانية لأن التحدي اللي كان كبير هو فين غتمشي عدم غتمشي واش الطريق محلوله واش ما محلولاش واش خاص الناس وهذه هي كل معلومات في اطار داك اللقاء اللي كنا درنا الاستعجالي اللي كانت تقرر فيه نهار السبت بان الفريق الاول غادي يمشي واللي مشى بالفعل هذيك الليله انطلق وغينطلق الفريق الثاني نهار السبت ونهار الحد وما انطلقناش كما قلت لك الا ب حتى رتبنا الامور كان هذا الدور كما قلت لك ديال الفضل اللي كان عندنا حنا كان قاعده بيانات حنا فاش مشينا لدوك الدور لقينا رؤساء الجمعيات المحليه ينتظروننا وكان واحد التنسيق واللي سبق كتعرفوهم وعندكم تنعرفوهم عندنا اتصال واللي ما عرفناهمش عندنا الشركاء ديالنا المحليين كذلك هما ربطونا علاقات مع رؤساء اخرين ديال الجمعيات المحليه لان حنا كان في جمعيه ماء ونماء فيما نتحركوا في شي دوار باش نحفروا شي بير ولا نجهزوا ولا نديروا شي مشروع خصنا ضروري واحد المخاطب محلي اللي هو جمعيه محليه حتى تكون عندها واحد المصداقيه مجموعه ديال الشروط باش تسهل لك العمل وبالاضافه كما قال سي الحبيب كان واحد التنسيق كذلك مع السلطات المحليه في اطار التوجيه والتاكد الى غير ذلك وهذا كذلك كان امر محمود اللي كنا شفناه في الميدان وهذا العمل كما قلت لك خلى التدخل يكون ناجع وهذا هو اللي كان مطلوب مع كل احنا كما شفتوا في التحرك الحمد لله كانت هبه وطنيه احنا كجزء من المجتمع المدني تبارك الله كان جمعيات اخرى قامت واحد العمل تاهو جبار حنا يجب ان نشد من ايادي الجمعيات الوطنيه كلها والافراد والنساء والرجال كذلك النساء كانت النساء في السيارات يهزوا بشراجه ويشدوا الطريق والجبال فهذا بين المعدن الاصيل نعم سي فراشي يعني الان يعني مرت واحد المرحله ديال الانقاذ الاغاثه التزويد بالاغذيه ايضا المناطق المعزوله بدا فك يعني العزله عنها ولكن اليوم تروحها بعض الاولويات اللي كتعلق بالايواء السكن خاصه مع قرب فصل الشتاء والثلوج في هذه المناطق بديتوا انتم بعض النماذج ديال توفير مساكن يعني سريعه كنت تكلمنا على هذا التصور ديالكم وهذا النموذج اللي بديتوا كتقدموه في المناطق هو الحمد لله بنفس الطريقه الاولى قبل ما نتحركوا للميدان يعني الفريق حنا رجعنا قضينا 3 ايام ورجعنا باش نعاودوا نوجدوا راسنا باش نمشيو عاوتاني كنا فرق في حقماء وانا ما كان عندها فرق كيدخل الفريق الاول كيمشي الفريق الثاني ما يجيش الفريق الثاني يرجع خص يتحقق على الفريق الثالث فهاد التنسيق ديال شنو هو الخصص اللي كاين طبعا بعد التغذيه راه الناس في العراء واضح الناس يشتغلوا على نسباتو في العراء لا الى الان مازال الناس في العراء الى الان الناس مازالين في العراء فبالتالي كانت هاد القضيه الخيام صحيح ملي غيجي الثلج ربما غيكون الامباكت ديالها ضعيف ولكن المتاح واللي خصنا نشتغلوا عليه نحيدوا الناس نفسيا من داك العراء انه كيحس بانه ما عنده حتى شي سقف ولكن يدخل واحد المكان اللي فيه الدفء كيحس بان تم العنايه به في انتظار حلول انجع وهذه الاشكاليه ديال حنا الحمد لله لونسينا واحد العدد ديال المشاريع ديال الخيام سميناها خيمه الماوى راه التصور فيها ماشي مجرد خيمه غيكون فيها الانسان حنا دائما كنتحدثوا في ماوى ما ان داك اللي كنتعاملوا معاه هو خونا الحمد لله في الاسلام خونا في الانسانيه وعنده كرامه فبالعكس راه الله سخر شي لشي سبحانه وتعالى واحد باش يعاون الاخر
كنتعاون انه ملي الى تيسرت ليه خيمه يعني سميناها بيت يؤويه وسقف يحميه، هذا هو الشعر اللي كانت الى دخل ولقى تتاب حد حد من الاثاث فران مطبخ راه مشاو ليهم كل شيء اللي كيريب داك الشيء، ولقى مثلا واحد المؤونه اللي يقضي بها بضعه اسابيع نفسيا. نعم. الحمد لله كي بديتو هاد التجربه بديتو الحمد لله غاديه ما رصاتش الان نقدروا نقولوا حنا في المئات ديال الخيام اللي الحمد لله. وهاد النموذج ديال الخيمه كيفاش صممتوه هاد النموذج؟ لا هو في حقه دائما جينا بالصفريه في المشاريع بالقصب جينا بالصفريه في المشاريع. كاين تبارك الله الناس ديال المنطقه اللي بدعوا كنشوفوا اي نموذج نجح كنبنيو عليه ونزيدوا كنشجعوه. لان كاين كثير من التساؤلات الان على النماذج ديال الايواء السريع الهدف يعني، وكاين بزاف النماذج من النماذج اللي كيقترحوهم مهندسين كيقترحوهم يعني جمعيات ومبادرات. بغينا نعرفوا شنو النموذج اللي اقترحتوه انتم اللي يمكن يستافدوا منه في مناطق اخرى. دابا هو بالحق نميزوا ما بين جوج حوايج، نميزوا ما بين شنو هو احسن نموذج بالمعايير ديال واحد الكاس وتيفكر شويه عليه وتيحلم، نقولوا له حنا نحلموا معك، ولكن في الواقع راه الناس في العراء. انا كنشوف القصب هذيك راه عندها ثمن عند واحد مسكين في العراء. فبالتالي انا بالنسبه لي واحد الا غندعموه باش يدخل الناس اي بالقصب ب 1000 درهم 1200 درهم تقاموا على الخيام ديال القصب، لكن المفعول النفسي وان دخلتي السيد اللي صبط عشا بعدا الحمد لله راه فيك وعاجي بها الناس وفي الخشب الحد الادنى ديال المعايير السلامه كاينه فيها. برافو على الناس ديال يعني حتى في الفتره ديال الثلج يمكن لها تصمد. لا هذا هو الاكراهات اللي كاينين، ان ملي غيجي الثلج دابا هذا هو النقاش اللي يجيك بخير. هذا السؤال كيتطرح ان اللي كيكون يشتغل كيشتغل بواحد العدد المعطيات اللي هي متاحه ليه، ولكن مع تغير الظروف المناخيه والاكراهات اللي كاينين خصنا ايوا ناخذوا بعين الاعتبار ونقولوا شنو هما البدائل على قدر المستطاع. لان نعم تجيب لي مثلا تقول لي راه كاينين هذوك هاد المأوي اللي كيديروهم دابا بعض الدول، ولكن غاليه السعر. يعني كتقصد هاد الحاويات ديال اي هادوك كتستعملوها في الشحن البحري اي ولا غيرهم. فهادوك نعم الباهظه هادوك راه طبعا فيهم ايكيبي انتيغري الشوفاج عندي يعني فيها ليزولاسيون فيها الشوفاج وانتيغري فيها مثلا هادشي ديال بيت الطهاره الى غير ذلك. لكن واش متاحه وشحال غتقام؟ كنهضروا على 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 اسعار طائله لا يمكن اننا زعما لا تسعف الجميع انه يشتغل بها. بالتالي انا اقترح انه ما وانا ما دخلت بما هو متاح مع ناس كيشتغلوا شجعتهم الحمد لله كاين لامباكت على المواطن. واحد اخر عنده امكانيات اكبر خصو يقوم بالدور ديالو بالامكانيات ديالو. نعم خص شي ناس اللي يتصدوا ولا شي اللي كتفضلتي به، لان يكون الثلج والناس عاجزين كبار في السن وليدات صغار خصنا نمشيو في هذا الاتجاه هذا. لكن انا كنشوف واحد اللي بالقصب تبارك الله كيجتهد وراه القصب راه اموال طائله باش ما نقولوش راه ملي كدير 100 خيمه ب 1000 درهم راه شو شحال السعر. وراه ما كنهضروش على 100 اسره كنهضروا على الالوف ديال الاسر. فكاين محسنين كيتبناوا هذا الطرح هذا وتيقول لك انا مزيان بعد على الاقل مؤقتا نادي هذا الدور هذا. وحنا كنجتهدوا ولينا درنا واحدين اخرين بالحديد بالباش اللي يعني فيه هذا بعض المعايير ديال الجوده وديال السلامه، وبدينا كنشتغلوا على هذا الطرح اللي قلتي. واش لقاو مثلا شي حاجه مع ناس والدعوه الان مفتوحه مادام هذا المنبر الحمد لله وطني وخصو يكون عالمي، ناس اللي خصهم يجتهدوا باش المواطن في الجبل حتى هو تتاح له فرصه باش تجيه سكن لائق للكرامه ديالو فيه التدفئه فيه المواصفات ديال السلامه ما يلقاش حرج باش يعيش كل نهار مسكين في حياته اليوميه. نعم. سي هناش يعني انتم كجمعيه اكيد انا ما يمكنش لكم تغطيو جميع الدواوير، ولكن واش عندكم واحد قاعده ديال البيانات ديال الدواوير محدده اللي انتم مستهدفينها وكتوجهوا لها سواء من حيث توفير هاد الجهازات او توفير الخيام او توفير الاغذيه او توفير كل المتطلبات، ولا كتشتغلوا بشكل يعني على حسب الطلبات اللي كتلقاوها؟ لا النقطه مهمه اللي ذكرتي السي عبد الحق، كما كنا احنا ليس بديل لسنا بدلاء الاخرين ولا بديل، احنا جمعيه وطنيه تتحرك في اطار الطاقه ديالها والامكانيات ديالها. ما كرهناش نديروا كل شيء، ولكن احنا تنعرفوا الى جانب وطبعا يعني انتم التمويلات ديال المحسنين يعني طبيعه الحال بطبيعه الحال هذا الدعم ديال المحسنين والعطاء ديال المحسنين. وحنا كما قلت لك الى جانب الجمعيات الاخرى اللي تتبدع في اشكال من الاشكال الاخرى، حنا قررنا هذا لان النقطه ذكرتيها هو ان حنا اعتبرنا بان هذا الاسبوع ولا هذه 10 ايام ولا 13 يوم اللي هضرتي نقدروا نسمينا مرحله الاغاثه. يعني مجموعه ديال الحاجيات اللي تلبات الحمد لله الدواوير كلهم تيقولوا بان توصلوا بالمؤونه بمساعدات، كان غير ديك الزياره لهم بالنسبه لهم راه دعم نفسي الى غير ذلك هذيك الهبه.
فالنقطة الأخرى هي اللي بقى حاليا وفي الاتصالات ديالنا مع الدواوير هو المسألة ديال الأغطية ديال الخيمة كما قال السي الحبيب. حنا نشتغل في إطار المتاح والممكن، اللي ديال خصو الوقت وخصو التمويل ولكن المتاح، وهذاك المتاح راه في إطار عاوتاني تنقترحوا كاين باقيين في إطار شراكة مع، لأن حتى غتجيب شي حاجة خارج عن واحد السياق خصك تسول مول الدوار واش قابلها ولا ما قابلهاش. نعم. واحد راه تيقول لك أخوانا واش ممكن تجيبوا لنا شوية الحديد وشوية السيمون والرملة غير نرمموا، لأن المنازل كاين المنازل اللي إفيكتيمون منهارة تماما غير قابلة للسكن، غير قابلة، كاين اللي تتبان لك من برا راها مقادة ولكن من الداخل منهارة، كاين شي وحدة اللي خصها شي ترميم، وكاين شي وحدين اللي يعني تيطرحوا أفكار أخرى. أنا نعطيك ذكرتي لي نستهدف حنا في الاستهداف ديالنا حاولنا نغطوا المناطق وحاولنا نختاروا كل منطقة دوار أو دوارين نموذجيين، بغينا نحطوا واحد النموذج اللي ممكن نعمه ويبان بأنه ناجح، وهذا النموذج هذا مرتبط بمعايير. أول معيار هو خصنا نلقاو كما قلنا داك الشريك ديالنا المحلي، لأن يعني ما يمكنش نمشيو واحد الدوار وعاد نقلبوا ونضيعوا الوقت، حنا تنربحوا الوقت. أولا داك الشريك المحلي اللي ديجا عندنا معاه واحد عمل واحد التعاون تيسهل علينا في المعلومه وتيسهلنا في المقترح. نعطيك اخر حاجه، واحد الدوار نسميه ليك دوار في اداسيل، واداسيل هي من المناطق كذلك اللي تاثرت بواحد الشكل اقليم شيشاوا، اقليم شيشاوا واللي كان فيه واحد الدوار سميتو مجديد. هذو اقترحوا لنا افكار، تيقول لك دابا حنا الدوار كله مريب، حنا الخيام هي ما كافياش، ولكن الله يخليكم راه بغينا واحد الخيمه كبيره نديروها في وسط الدوار تكون بحال شي دار شباب، يتجمعوا الدراري الصغار نقريهم شويه نديروا شويه التنشيط، خصنا واحد التلفازه، خصنا شي كراسه تماك، يجيب شي طبيب نفسي ولا طبيبه نفسيه يعالج الناس، النساء خصهم يتجمعوا تما كيتلاقاو ويهضروا وداك الشيء. يعني كاين افكار بحال انا سباس واحد هذا، هذه فكره خصهم، تيقول لك خصنا مراحيض، مراحيض لان الكرامه ديال المراه والانسان تماك كانوا ناس بيوتهم مستورين غير خرجوا العراء، فتالي ربما من النداءات اللي ممكن اشتغلتوا على موضوع المراحل. حنا كاين شي كاين دواور هذوك الخيمه المأوى اللي فيها التجربه، مي هنا النداء كذلك لكل الجمعيات اللي كان ممكن تلبي هذا الطلب حتى هو، فهو في حاجه لان الخيمه بوحدها راك عارف غير كافيه، سواء من ناحيه الحجم ولا من ناحيه العدد، فالخيام مساله مطلوبه في هذه المرحله هذه شو معاييرها ولا غير ذلك، فهذا نقطه اخرى، لان كاين منطقه اللي في بحال خدينا مثلا في الحوز كاين بعض الدوار توصل 53 سنتيمتر، ولكن كاين دوار اخرى اللي الثلج ما عندهمش مثلا، هنا تتكون هذه القضيه المعلومه مهمه في تحديد نوع الاول اللي خصو. طبعا الحاجيات يعني كثيره، وانا هناك يعني برنامج لعلنا لي بلاغ الدول الملكي وعن ميزانيه ضخمه ديال 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، ولكن كيف ما كنقولوا يعني هذا من شأنه ان يغير يعني المشهد يعني في المناطق الجبليه يعني في الاطلس عموما، ولكن في انتظار يعني هاد في خلال 5 سنوات يتحقق هذا الشيء كما قلنا كاين اولويات، هناك حاجيات يعني انيه اللي هي مطلوبه. شنو هي الان من غير السكن شنو تيطلبوا الناس؟ مراحيض، سكن، شنو كيطلبوا الناس؟ واش كاين مثلا الناس اللي باغيين يبنيوا مثلا في المنطقه، ولا كتشوف بانه يمكن يكون واحد التصور ديال تجميع مجموعه من الدواوير في واحد المنطقه امنه ويكون بناء قرى نموذجيه يعني مستقبلا؟ هذا مستقبلا، ولكن في المرحله الانيه واش ممكن يكون ترميم في عين المكان من اجل يعني مواجهه يعني احوال الطقس اللي يمكن غادي تكون صعبه في الشهور المقبله؟ ان شاء الله. شكرا على السؤال السي عبد الحق، هذا سؤال وجيه في الحقيقه، لان من خلاله خصنا في حقا نشخصوا المشهد الان وماذا تستقتضيه المرحله. طبعا هذه المشاريع الكبرى اللي على راسها جلاله الملك والدوله تبارك الله، هذاك الشيء كبير وضخم وهو اللي غيرسم المشهد اي اتجاه غيمشي في هذه الامور ديال اعاده الاعمار وكذا. لكن انا تنقول بالنسبه للمغربي اللي اعلن على الرغبه ديالو انه يساند خوتو، راه الناس في الجبل نساء ورجال واطفال مازالين في حاجه للسند. هذا هو المشهد بعدا، ما نقولوا سلا وصلت الماكله، لا، الانسان راه ماشي ماكله، الانسان راه نفسيه منهاره، نفسيه مرتبكه، وليدات ما كيقراوش الان، وليدات راهم كيتلوحوا مسكن، راه مراه في العراء. تصور المراه اللي حيه في الجبل خرجت من الدار ديالها وفي العراء. ثاني تنقول بان كاينه الخدمه، مازال كاينه الخدمه في الجبل، والخدمه ماشي ديال شهور، ديال سنوات، موازات مع المشروع ديال الرسمي اللي الحمد لله وتم الاعلان عنه، هو ضخم. تالي الان الزمن ديال الاشتغال، انا بالنسبه لي وفق تصور خصنا نجلسوا ونفكروا، شي راه ما تيجيش ارتباك يعني المغاربه مازال خصهم ينضبوا قوافل كل اسبوع ويمشيو يزوروا المناطق. نعم.
انا اقترح انه هاد النقاط ديال كيفاه التدخل راه بدينا كنمسوا تخصصات، هذا تخصص ديال تشخيص المشهد وكيفاش اننا نكونوا فيه عندنا فيه النجاعه، هذا تخصص قائم، هذا عنده مالي كيفاش نسخوا الجهود ديال الناس اللي عندهم غيره على البلاد وغيره على الناس ديال الجبل وغيره على دوك الاطفال باش انا نبني معاهم واحد الاواصر باش نتساعدوا جميعا باش تدوز بلادنا من هذه الازمه. كلشي العالم هكا كيدير، بالتالي انا اللي اعلن عنه من هذا المنبر هو ان الناس يبقى عندهم هذه الروح النضاليه قويه ويزيدوا فيها، ولكن بقدر ما كيزيدوا في الروح النضاليه يزيدوا في التاكيد على ضروره التنسيق والتشبيك ما بين الايادي الخيره تحت الوصايه ديال الدوله. الان المجتمع كيحتاج هذا الخطاب، هذا انني ما نتحرك حتى نشخص هذاك الولد في الجبل شنو خصو تشخيص سليم، ونشوف الناس المعنيين بالامر اللي عندهم الجداره والاستحقاق والتخصص وعندهم الغيره، ونشوف ننسق مع السيد المسؤول تما في ديك البلاد بعدنا بلادنا راه محتاجنا الان الطاقات ديالها، اعلاميين ومهندسين واطباء كل الجميع يستنفر باش نخرجوا من هذه الازمه، لان مازال الخدمه كاينه. اما شي هناش يعني هذا الزلزال خلف عدد كبير اليتامى، ارامل، شيوخ، طبعا هناك يعني قانون ديال مكفول الامه يعني بتعليمات ملكيه باصدارات القانون يمكن اليوم غادي يكون حكومه تصادق عليه، ولكن بالنسبه للارامل وبالنسبه للشيوخ كبار السن اللي هما في هذه المناطق كيفاش ممكن يعني التوجه والاهتمام بهم يعني خاصه من طرف الجمعيه طرف الدوله؟ هو كما قلتي السي عبد الحق، المشروع الملكي اللي تم الاعلان عليه هو مشروع طموح، ربما غيبدل المعالم ديال المنطقه يعني في اطار المحاور الاربعه اللي كانت مذكوره فيه. بهذا غادي تتهيل الشمال، لان كاين الانسان والمكان. المكان اكيد فيها استثمارات كبيره في البنيه التحتيه، في عدد البناء، في عدد الكميه، هذا الشيء، ولكن كاين جانب اخر اللي هو تأهيل الشمال اللي فيه هذه الامور اللي ذكرت لك. حنا كجمعيه يعني نعرفوا بان المجتمع المدني فيه مجموعه ديال الجمعيات المتخصصه. كاين جمعيات اللي متخصصه كما تنقولوا في هذا الموضوع مثلا غير الايتام. هذه بالنسبه لها يعني هذا هو الهم ديالها اليومي، فهي مركبه على هذا الملف وفي اطار تبادل المعلومات. حنا كذلك كجمعيه منبع تنلقى واحد الدور فيه، تنتصل بالجمعيه المعنيه المتخصصه في الامر اللي مشارك ديالنا في نفس الوقت، وهما كذلك فاش يكون شي دوار في خصص في الماء ولا موضوع اخر تيعرفوا ان حنا كشريك. اذا هذه القضيه ديال التشبيك مهمه جدا مع المجتمع المدني المنظم والفاعل، واللي هي تتلعب واحد الدور كذلك كما قلنا فاش يكون التدخل تيكون فعال ناجح، هذه نقطه مهمه جدا حتى في المساله ديال المراه، في المساله ديال نعطيك مثال قلتي مثال بالضبط. حنا كجمعيه في المستوى ديال المجتمع المدني فاش نمشيو لواحد الدوار تندوسو معاهم المقاربه التشاركيه، يعني تنقول لي هكا حنا تنعرفوا مثلا تيقول ليكو سيستيم ديال الدوار اشنو مصادر الدخل ديالو اشنو الانشطه اللي تيديرو، وفي نفس الوقت تنقول لهم اشنو هو اول تنسمعوا من عندهم عاد بعد حتى نقترح لهم. مثلا غادي نقول لك مثلا حنا راه الدوار راه كانت المراه كانت عندها واحد التعاونيه ديال الزرابي ولا تعاونيه الماعز، وهاد القضيه ما بقاش مجموعه ديال الاسباب. حنا تنحاول نحيو هاد المساله هادي ودخلنا بحال الدوار اللي عطيتك النموذج ديال الدوار الجديد كانت عندهم واحد التعاونيه اللي كانت مولاتها المبادره التنميه البشريه، ولكن مجموعه ديال الاعتبارات كانت توقف داك العام. حنا اوفر مثلا عطيتك النموذج، يعني كما تقولوا هناك مساحات كبيره للعمل سواء في صفوف الاطفال، في التعليم، في الصحه، في الشيوخ. لهذا كما قال السيد حبيب نائب الرئيس مازال هناك عمل جبار يجب ان يقوم به المجتمع المدني، لا بد من مبادرات اخرى ولكن تكون كما قلت لا المرحله الاغاثه والمرحله الاستعجاليه، دابا المرحله ديال الهيكل والبناء بالاضافه كل هادشي راه قلنا في اطار ذاك المشروع الملكي وفي اطار ذوك المبادرات في اطار التنسيق الى غير ذلك. فهنا يعني يجب ان لا يكل ولا ان يفتر عمل ديال المجتمع المدني ولا حتى الافراد اللي حتى هما بينوا بواحد الروح الى غير ذلك. فهذيك المره ما جات محتاجه المؤازره، ما زالت محتاجه الزياره، ما زالت محتاجه الدعم النفسي، ما زالت محتاجه الاهتمام. يعني هذو كلهم يعني خطوات لابد ان يبقى الخط متصل مع هذه المرافق. نعم. طيب فعلا يعني لابد انه ما يتمش النسيان، اعتقد بان فقط انتهت عمليه الاغاثه والمواد الغذائيه والخيام وفقط انتهى الموضوع. واحد النقطه اخرى بغيت نضيفها معك سي فراشي، وهي انه كانت كثير من الاشاعات كتروج يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بانه السلطات تمنع
وفر المساعدات بان يطلب انه الشاحنه ترجعوا بانه ما يتمش هذا، وهذا تبين بان كله غير صحيح، لان جميع المبادرات اللي كانوا كيقوموا بها الجمعيات والمتطوعين كانت تتم بالتنسيق مع السلطات وبدعم من السلطات. تنسيق عالي. نعم. تنسيق عالي من السلطات. بالعكس كيشوف ملي كتكون الازمه واش كاين شي واحد يرضى البلاد وانه يذكر فيها هذا الشيء، هذا ماشي في الاعراف المغربيه ولا يتصور من اي واحد من ينتمي الى المجتمع المغربي برمته. تاني بالعكس انا كنحيي الناس اللي ما كينعسوش، الناس ديال السلطات ما كينعسوش، عليهم واحد الضغط كبير جدا. تصور انت مسؤول في الجبل ومشى لك الريزو والناس كيعيطوا والامكانيات عندك ضعيفه والجمعيات جايه وخصك توزع على الناس والضغط ديال الناس. انا والله العظيم كيخصني يدعوا معاهم. المجتمع استنفر برمته والعمال كيمشيو لعين المكان ملي كيسمعوا شي حاجه نموذجيه ينبغي ان يشد عليها كيمشيو كيحييها وكيشجعها. بل الولات تيزورونا ولا زارونا ولا زارك الولي كيشوف داكشي وتيعطيك تعليمات وتيقول لك هذه شد عليها كيسول على فبالتالي الرساله اللي خصنا نعاود ناكدوا عليها من هذا المنبر سي عبد الحق هو ان هذه القوه ديال المغرب، تآزر ما بين المكونات ديال المجتمع ديالو. المجتمع المدني عنده مساحات كبيره جدا للقيام فيها. الحمد لله الناس اللي مسؤولين كل واحد كيقوم بالدور ديالو. التنسيق ما بين المسؤول ما بين المجتمع المدني هو اللي كيجعل المواطن كيوصلوه الحمد لله الامور اللي كان هو محتاج لها، وهذه ظرفيه لعل رب محنه فيها منحه. انا بالنسبه لي الجبل كانوا في محن، كانوا في محن مساكن، لكن الان الجميع يتحدث عن الجبل، الجميع يتحدث عن الطفل في الجبل، المراه في الجبل، التعليم في الجبل، المؤسسات في الجبل. يا اخي هذه فرصه تاريخيه عند المغاربه اننا نطوروا بلادنا الحمد لله، وتنزل الجبل يوليو يعيشوا ظروف ارحب وظروف ارحم ويخرجوا من ذاك الضغط اللي كان كيعيشوا في القساوات المناخ وربما الظروف التي لم تتح لهم من قبل. الان هذه فرصه ان الجميع يستغلوها. وطبعا هنا اللي خصنا نتحدثوا عليه هو الناس الوصوليين الاخرين اللي كيركبوا على الموجه وكيسترزقوا وكيديروا تصرفات غير سليمه. هذا الشيء كاين، هذا الشيء وقفتوا عليه، توقفنا عليه، كاينين هذوك ينبغي ان يسحب من تحتهم البساط، واللي شاف شي حاجه خصو يدينها، لان في حالة الأزمة الإنسان يحقق مكتسبات هذا إجرام ليس بعده إجرام. أنا بالنسبة لي أن واحد كيموت وتجي أنت تسترزق لأن على حساب هذاك اللي كيموت، هذا مش قلبه مات والعياذ بالله. هذه استثناءات يعني، وأظن أنه كانت هناك توقيفات واعتقالات، هي استثناءات لتوجيه رفضها المجتمع بسرعة. وبالتالي كيبقى اللي الأسلم هو اللي خصو يبقى، والإسلام هو اللي خصو الأصلح هو اللي خصو يتقوى. ولذلك أنا تنقول هاد التكامل اللي خصو يكون ما بين كل المتدخلين اعلاما وناس ميدانيين ومخططين وداعمين ومشرفين ومؤطرين، راه بلادنا هذه. شنو كتقول لنا يعني في هاد كقصص يمكن عشتيها شخصيا في فراشيل في هاد؟ هو حنا ما عشناش الزلزال بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن عشت انايا زلزلني هاد القصص الاجتماعيه في حقيقه عند المغاربه في الجبل. زلزلتني وبكينا شحال من مره. انا شخصيا بكاني ذاك المشهد ملي كتلقى مثلا واحد انتم خليتوا ديوركم وخليتوا ولادكم وخليتوا التزاماتكم، حنا غادي نخليو حتى حنا نوفروا لكم الظروف ديال الاشتغال باش تكون نكبه للناس ديال الجبل. هذه ماشي عامه في الجبل، ماشي في المنطقه، ماشي استثناء ولاد برحيل، ماشي استثناء. الاستاذ العربي مرتب هذا من الاعيان ديال المنطقه، ولكن دارنا واحد الكرم غير عادي استثنائي ونحن نحييه. قلت ان احدى البرلمانيات اي برلمانيات كيجيو من داخل ومن خارج المغرب، خارج المغرب كتهز تعمر رموك وتتصل بك تقول لك الله يجزيك بخير انا كنشوف داك الشيء سا ما توشي ايد موا افير لو نيسيسير. هذا كيعجبنا بحال هذا الشيء، كنعبؤوا ليها لجنه في عين المكان كتستقبلها كتوفر ليها الدواء. حنا حاضرين من اول وهلة الى اليوم، الى الان راه الناس خدامين في التيران. هذا هو الطريقه الاشتغال التي نحبذها. وهذا قلت بان هذا البرلماني استضافها هذا السيد هذا هي استضافها في البيت ديالو باكرام، وراه عاد قطعت معاه في الهاتف قبل ما يكون عندنا اللقاء. طايره بالفرحه لان نصبت الخيام ديالها الحمد لله البارح وعاشت مع الدوار هذاك الشيء وصورت بدات الخدمه. هي عاد انخرطت في العمل لان هي جات باش تأدي رساله، راه الا ما لقاتش مخاطب غتهز ورقيه وترجع في حالتها رغم ان كاين الخصاص، لكن الا لقات اللي غيمهد لها الطريق وحنا كنديروا الوساطه الحمد لله الدور ديما. وانا ما عندنا لي زونتين ديالنا سيغ بلاس اللي كيعطيونا المعطيات الميدانيه، وعندنا الناس اللي نقدروا نوفروا لهم الاريحيه باش يوصلوا ذاك الخير ديالهم
سواء تخصص هذه مهندسه دونك راه يكون عندها واحد الدور في ان تعاون الناس كيفاش يفكروا يخرجوا من الازمه. بان المبادره ديال هاد احد الاعيان هو انه حتى كيصطادف هاد الناس اللي تيجيو مسكين عطانا كلشي في البيت ديالو بالاكل وبال عطانا كلشي لدرجه ان وليداتو الزوجه ديالو داها مكان اخر باش يوفرنا حنا الفضاء الارحب الواسع والمكتب ديالنا ديال العمل ولا هو الصالون ديال البيت ديالو انا تنحييه من هذا المنبر سي العربي لكن محبه تقول شنو نوفر وبرغبه وبانخراط بامن بان هذه البلاد راك عارف الاصول المغاربه هذه الاصول المغاربه عطيني رضا هذا اسعافي ايضا ملي كنا دايرين اجتماع قبل ما نمشيو عيط لي واحد قال لي راه واحد الاخ يبغي يعاونكم عنده لومبيلونس ديالو هو التخصص ديالو امبيلونسي واش كاين فين تفيدوه عيط للناس تما قال لك لي زومبيلونس راه غادي نجي راه كاين الخدمه ديك الوقيته عمرت هو لومبيلونس ديالو بقى معنا حتى رجعنا يوميا كيقول لك ها فين مشيت ها هما الحاجات اللي كاينين ها هما الاسعافات اللي تقسم ها هما الادويه التي تم توزيعها فهذا هو المجتمع المغربي كتفاجئ بالهبات والعطايا اللي كاين وايضا حتى الساكنه الجبل لما كتوصل عندهم تلقى واحد الكرم اللي هو غير طبيعي في ظروف المعاناه هذه حرجتنا ايضا انه هو كيعيش الازمه هذه كيسميوها في لابسيكولوجي لو ترافاي دو دوي طرافاي دو دو هو دوك الصدمه الاولى اللي كتجعل الانسان يدخل فيها شهور باش يخرج منها الا توفى ليه واحد هذا كتريب ليه الدار وكيمشيو ليه جوج ولا ثلاثه معنويا قوي هادشي والله الا بسيكولوجي خصو يعاودوا يدرسوا هذا النموذج المغربي القوي جدا مثبت والله سبحانه وتعالى وكيدير الطواجن وكيجي يستقبلك انت في اطار الاغاثه ملي كتسول تيقول توفى ليه فلان توفى ليه فلان توفات ليه فلان الدار مردومه لكن قوي روحيا فبالتالي اي منطقه مشيتي طاجين حاضر انا اشهد بهذه الان من الجبل اي منطقه الان فيها الاغاثه فيها الطاجين موجود في الغداء والفطور والعشاء بغض النظر على الظروف ديال دوك الناس كنظن وصلنا للقاء نهايه هذا اللقاء سي حمد بالمناسبه تفضل تشكر الاعلام لعب واحد الدور كبير كذلك سواء المرئي المسموع الالكتروني يعني الجاد انا تكلم على الاعلام الجاد اللي بكل صراحه وصل الصوره الحيه وصل الكلمه الحيه وصل الحدث الحقيقي اللي بالفعل هو اللي كان له الفضل في هذيك الهبه كذلك لولا المعلومه ولولا الصوره ما كانش هنا لان هذا الباب زعما كل المراسلين والصحفيين والناس يعني اللي تيديروا الاعلام الجاد فكذلك وصول شي مناطق اللي ما يمكنش يوصلهم شي واحد اخر الايمان ديالهم بالرساله ديالهم اللي على عاتقهم تشكرهم على هذا المنبر وشكرا لكم ايضا على المبادره ديالكم ونتمنوا مزيد يعني من الجهود لدعم هذه المناطق السي الحبيب فراشي نائب رئيس جمعيه ماء ونماء السي الحسين إهناش كاتب العام لجمعيه ماء ونماء متتبعي موقع يوم 24 شكرا لمتابعتكم والى لقاء اخر